مبروك مبروك، نجحت في الامتحان. الملكة والعرس بنفس اليوم بعد اسبوعين. اسبوعين 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 هي اسبوعين اسبوعين 14 يوم. بس هيبة مو كنا بسرعة؟ بسرعة؟ أنا ودي باكر تقول بسرعة. زين يا يبا، يعني كان خليت الملكة بيوم والعرس بيوم، يعني علشان أشوف البنية، يعني ما يصير أتفاجأ فيها بالكوشة. عدنان شنك متهون؟ يبا أنا ما قلت بهون، ما قلت بهون، بس يعني من حقي أشوفها، أتعرف عليها، أسولف، أبلعها، مو على طول أتزوجها كذي. فكرة ما الكلام هذا، الكلام الفاضي هذا. نسيت أنت؟ نسيت وعدك لي؟ ما اتفقنا أنا وياك بالاتفاق، وأنت طقيت لي الصدر قلت آخذها، وكلمة الريال ما ترد، وأنا ما جبت إلا ريايل. وأنا ريال قلت كلمتي يا يبا، بس ترى أنا مو طالب شيء شايد، يعني بس أبي أشوفها. شفتها؟ شو اللي غير هذا بالموضوع؟ موضوع الزواج، ها؟ بتزوجها بتزوجها غصبا عليك، ان شاء الله هامور ومتبكج، بتزوجها، صح ولا لا؟ صحيح، بس انت ولا بس ولا شيء، خلاص كلمه قلناها انا ويا ابو نواف وحددنا الموعد، وكلمتنا ما عقبها كلمه. زين يبا زين، يعني انا ما عندي مشكله ان الملكة والعرس يكون بيوم واحد، انا ما عندي مشكله، كلش كلش ما عندي مشكله، بس على الاقل يعني قبل العرس يعني اقعد معاها اسولف اتعرف عليها على الاقل. اوه ياهل انت ياهل كله تهن. عمي لا تلومه، هو من سمع حامور احتفس، يبي يضمن مستقبله، يحات النسل. الله يلوج عبدك، يا ليتك ساكت احسن. اسف يا عمي اسف. بس ها سمعني عدل، البنت مسافره لندن مع امها وخالتها، ويرجعون قبل الملكة بيوم، لذلك حدد بو نواف حدد العرس بعد اسبوعين. عاد خلك ريال، خلك ريال، مو تفشلني، خلك عند كلمتك معي. يبا انا عند وجهك وما راح افشلك، بس والله من حقي، من حقي اشوفها، من حقي اشوفها يا يبا. ذبحت ربي، من حقي من حقي، من حقك انك تتزوج بنت، بنت ناس مؤدبه متربيه تحفظك وتصونك، الشكل مو مهم، باكر انت وياها بالتعارف الطول، ايش تستفيد من الشكل؟ يبا بس كلمتي ما ثنيها، يا اما تسوي اللي ابيه وتتزوج البنت بعد اسبوعين، يا اما منت ولدي ولا اعرفك واتبرى منك، حتى بيتي يتعذرك. الصاله، البطايق، الاكل، الورد، بدله البوفيه، وخلي يكون بعد نسيت شيء وانا ما ادري. الو، انت من صدقك ولا قاعد تغشبر معاي رشود؟ وينك فيه؟ صار لك ساعه تقول لي بالطريق، للحين ما وصلت، لو جاي من الوفره كان وصلت، وينك؟ كاني كاني يمه كاني كاني طايف في شارتين زي ما اندعمت، اعطيني فتشه واهليني خل اعرف الموضوع. شنو اعطيك فتشه؟ ابوك دق علي وقال لي ان العرس والملكه بنفس اليوم الاسبوع الجاي. يا سلام، سوبرمان اصلا حجز الفندق مو قبل ثلاث شهور. ادري ادري ثلاث شهور. ما عليه، انت روح كلم الفندق يا يمه وغير الموعد، يبون فلوس عطهم، وحتى البطايق خلي يغيرون التاريخ. شلون شلون شلون؟ ايش هاللويه؟ ايش هالغرابين اللي حطيتوني فيها؟ ايش دراني بعد شو اسوي؟ عيست والله يمه، اسوى اني مزهبه كل شيء، ابوك 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 اللي سوى فيني شيء، احس راسي بينفجر. يمه يمه الله يهداك، اهدي ولا تحاتي، لا ياخذك الحماس، لا يصير فيك شيء وانت يتم. قلت لك خلي الامور كلها علي، الامور تحت السيطره. اسمعني يا ام راشد، انا ما عندي حد غيرك يوقف معاي، انا اتكالي على الله ثم عليك، وانت تعرف هذا اول واحد من عيالي بيتزوج وما بيعرسه يفشي. خلاص يا ام خلاص، لا تحاتي، الامور كلها عندي ان شاء الله، احوف لك العرس حوف، بس اهم شيء عدنان شاف عروس المستقبل؟ لا من صدقكم؟ بتفاجئون عدنانو على الكوشة؟ بالله شافها وعض دشداشتها وقب. الله لا يقول فالك ما قبلنا، انت سمعت بذونك الولد راضي. اي ليش انا حاس انكم متعمدين انه ما يشوفها؟ تبي الصدق؟ البنت مو حلوة. نعم؟ اي بس يمه وغلاتك، احنا ما تعمدنا انه هو ما يشوفها، الظروف يا كذي. يمه غلط، هل اللي بتسوونه كله غلط، اصلا اخر مره احد تزوج كذي قبل النفط. ادري يا يمه غلط، وانا ايش بدي اسوي؟
أبوك يبيها النسب وأخوك راضي. مو يمه، أخاف لي شافها يطلقها. لا عاد راشد، مو لهالدرجة، البنت شينة هي بس مو حلوة. الله يستر، الله يستر بسترة من هالزواج، بتخلونا علك بحلوج النص. يشيلك يا راشد، لا تقعد تخرعني، أنا بروحي قاعد أحاتي العرس، الحين تخليني أوسوس فكرة الزواج بكبره. إن شاء الله. هذا ذهب، هذا له ذهب، هذا لك، هذا شيء، لا كله راب، كله راب، ها، هذا ذهب. يا ويلي. واي يمه الله يهدانا وياك، ايش قاعد تسوين؟ قاعد أعزل الذهب من الرانجول، أبى أشوف شو يطلع. من صدقك يمه، حسبالك الذهب هذا بيجيب لك 30,000، ذهبك هذا لو تعصرينه زي منه يطلع 2000 أو 3 أو 4. اللي يطلع، بس المهم نسد حلج اللي طالبة، لا باكر ينقط من مركزي. واي يمه مو من صدقك، وليش هو ما يدارك على شغله؟ شوفي شلون منسدحك كنا قاعد على البحر ولا همه، ليش أنت تبيعين ذهبك؟ بس عاد بس، ليش تراك سكدي؟ ما شاء الله، ليش تعصب عليها لأنها قالت الصج؟ بدل ما تطلع مرايلك علينا روح شوف الدبرة حق مصيبتك، مو عم تبيع ذهبها. شو أسوي يعني شو أسوي؟ عندي فلوس قلت لا؟ عشان تكدشت يعني؟ بسم الله عليك يمه، بسم الله على عمرك، لا يا حبيبي اهدى يمه اهدى، بسم الله عليك، لا تحر روحك يمه، أنا إن شاء الله بدبر وبحل الأمور كلها. وأنتوا اللي ما تستحون يا جليل الحياة، حطوا سالكم بلحاتكم، لا قصة لكم. عدوان أنتوا عدوان مو خوات. علموكم اخوكم يقطب المركزي وانتم قاعدين تصرخون عليه. يوم انت الحين قاعد تدافعين عنه؟ هذه البذبذه. اقعد يمه اقعد. هاي عندك حشوه زينه قوليها، ما عندك حطي لسانك بلهات سكتي، فاهمه؟ الله يمه اسم الله عليك. الله يقدرني ان شاء الله، ارد اللي سويت لي اياه. يا بعد عمري حبيبي، ما دام راس مناير يشم الهوا لا تحاتي، بحل لك السالفه بحلها. اسم الله عليك يمه لا تبكي، يا على الله يحرق قلب اللي حرق قلبك ان شاء الله. قولوا آمين. آمين. قولوا آمين. آمين. بسم الله عليكم. السلام عليكم. بسم الله عليكم. بسم الله عليكم. صاير فيكم؟ يما وين حاطين الريموت؟ زمزموه يهل، لا تجابلين تلفزيون هالكذب، تعالي اثني ساعديني، عاونيني، أنا تعبت ترى انكسر ظهري. يما تكفين الله يخليك، حد تعبانة مالي خلق، قولي حق الخدامة تساعدك. حق التلفزيون ما أنت تعبانة، حق شغل البيت تعبانة. السلام عليكم. سلام. السلام عليكم. إيه ردينا، شنو هو حلاو؟ أنت حطي لسانك بحلجك، مو قاعدة أحاكيك. زين. يما شنو غدانا؟ مكبوس لحم. ليه متى كذي بتمين شايلة علي؟ يما قاعدة أحاكيك، ليش قاعدة تحقريني؟ طول ما انت ما تسمع كلامي وتطيعني بتم احقرك واحقرك واحقرك لين توزع سوالفك هذه. استغفر الله العظيم، ليه حطيت الغدا نادوني؟ يا ربي يا حبيبي، يا ربي تهدي لولادي، يا ربي وتشيل الشيطان عن مخه يا كريم. امين امين يما امين، الله يسمع منك ويبعد عنا هذه اللي عافسته وفر راسه. أقول فهيدان؟ هاي يما، إيش رأيك أنا وياك تسوي لنا مشروع؟ مشروع شنو يما؟ ما أدري للحين ما فكرت عدل، بس يعني مشروع صغير كذي مشكنا على قدنا، منها نضيع وقت ومنها نطلع فلوس. سمع إحنا الحمد لله مو محتاجين حق مشروع، حق شنو المشروع يعني نسويه بالأساس؟ الحمد لله على النعمة، المشروع مو هدفه الفلوس، هدفة إني أنا أضيع وقت بدل ما أنا قاعدة هالقعدة هذه. بعدين هالاسطوانة أنت ما حفظتها يعني؟ والله إما حفظت اسطوانتك حفظ، بس إما أنت غريبة، أنا أول مرة أشوف واحد يدور الشقة. إيش فيك إما؟ الناس ما تصدق تطلع إجازة، تاخذ مرضية، ها تطلع تقاعد، أنت تدورين شغل دوارة، ما أدري إيش فيك. والله عاد هذا طبيعي، أنا ما أعرف أقعد كذي بدون هدف، وريل أختي مو راضي يوظفني، أنا قلت كذي يعني أسوي لي مشروع على الاقل يعني اضيع وقتي واستانس. كما انا عارفك انت ما تكون متحمسه كذي الا طابخه المشروع براسك وبتسوينه عدل ولا مو عدل؟ لا 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 مو عدل ولا في شيء اصلا، ولا قررت ولا، بس فكره كذي. علي انا ندوي، علي انا فهود حبيبك، يلا قولي لي، لا تخشين علي عافيه. واي يا ربي انت ايش فيك كذي، كل شيء تاخذه قشمره.
يما خلاص مغش مره لا تاكليني، يلا قولي شنو الفكره وانا ابي اساعدك. وراسك ماكو شيء يما، بس يعني افكار كثيره، انا اقول نختار لنا فكره نتشاور ونقرر شو نسوي. حلو حلو، انا عندي فكره، نحط الافكار كلها عندي بالانستغرام ونشوف اراء الناس وشنو يختارون اكثر شيء واقول لك. خوش فكره عفيه. اقول عبد اللطيف، راشد يقول يعني غلط ان عدنان ما يشوف البنيه الا بليله العرس وقدام العالم. ها؟ انا مالي شغل، راشد هو اللي يقول. وانت تاخذين كلام من راس راشد؟ يا ما ادري راشد، يمكن مفتي يمكن. يا عيب ولا حرام بالله؟ لا من قال هو مو حرام، بس يعني راشد يقول يعني احنا نخاف من عدنان اذا شافه ينصدم ويسوي لنا فضيحه ما لها اول ولا تالي. وتحطين عقلك بعقل رشود. صحيح ان عدنان ياهلك مو هالكثر، صجنا طايش، لكن ما اعتقد انه يتجرأ يسوي فضيحه بالصرزه. بعدين تعالي اقول لك، البنيه هذه النيه اللي يقتنع منها. بعدين هم تعالي اقول لك، ترى اهالينا كلهم قبل كذي، امهاتنا ابهاتنا جدودنا كلهم تزوجوا على الطريقه هذه، ما اشوف احد منهم والله انصدم ولا صار في شيء. هذا الكلام يا عبد اللطيف، بس اول غير والحين غير، ما يصير تقارن. هم بشر واحنا بشر، ماكو فرق. بعدين ولدك راضي وموافق، موافق على كل شيء، قالها لك بلسانه ما حد جبره. والحين يا لعت خلصينا قولي لهم ينشبون، بموت من الجوع. ان شاء الله على امرك. عبد اللطيف، اكو سؤال يقرقع بقلبي ودي اسالك اياه، بس اخاف تحمق. هذا مو قلب اللي قرقع، قوطي قوطي. قولي يبا ما حمق، قولي. اكيد انا لله وانا اليه راجعون. يا حال يا حال يا حال، اقول لك قولي ما حمق قولي. زين زين، انت قلت حق عدنان ان البنيه مسافره مع امها، هي صدق مسافره ولا قلت كذي عشان لا يشوفها؟ عقل حريم، عقل حريم، ماكو فايده، عقل حريم. هني عندك اللي قرقع، هذا اللي قرقع. يا بنت الحلال عندك رقم الام، اتصلي فيها وتعرفين اذا هي مسافره مع امها ولا هني، ولا انا متفق وياهم بعد. يلا 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 خلينا نشوفون، يلا يلا روحي روحي، ميت من الجوع اقول لك. زين زين، ها على حاله. ألف وخمسمية وخمسمية، لا ما يوصلون خمسمية، أربعمية وشوي. منو؟ أنا أحلامي ما ده الشيء. إما شفيك حابسة نفسك بالدار طول اليوم؟ شفيني بعد قاعد ألعب، قاعد أحسب إيش كثر بنيمة حق أخوك. إما أنا ما أبي أكسر مياتي فيك، مبلغ مو سهل والله، لو بعنا كل اللي عندنا ما نوفي. حتى إذا أخذتي قرض؟ إما أنا دقيت على البنك وسألتهم، قالوا لي إن موقفين إعادة الجدولة، لازم أسدد قرضي القديم علشان آخذ قرض جديد. يا رب شد يا رب ساعدني يا كريم، أحس راسي بينفجر، ماني قادرة ماني قادرة. لا يما الله يخليك، لا تسوين بروحك كذي، والله مو زين علشانك. يما اليوم لا تغديتي لا قعدتي معانا، ليش يما ليش قاعد تسوين نفسك كذي؟ شلون تبيني أتغدى؟ شلون تبيني أتهنى بشيء؟ وهوج بينقط بالسجن، أنا قعدت أحسبها. لو ببيع كل عدتي وكل أغراضي وأنا فوقهم ما يجيب 2000، لو بنبيع الثلاث سيارات اللي عندنا وأثاث البيت ما يجيب 12000، يا ربي شو ننام على الكاشي؟ ما أدري شو أسوي. الله كريم يما، قولي يا رب. يا الله ما ينسى عبده. يا رب تدبرها يا كريم. يا رب يا رب يا رب ترحم حالي وحال ولدي يا كريم. يلا لا تشمت فينا عدو يا أرحم الراحمين.
تزعلين نفسك. بس خلاص بس اسمعني، اول ما تبلش مباراة برشلونة نادني، واذا فازوا برشلونة عطني 5 دنانير ترى نفلس حدي، فهمت؟ يلا روح الاطراق. زين تعال، ما قلت لي شلون طاحت على بيتكم؟ ما رضت تقول لي، ما ادري الظاهر شافتني بالمجمع ولحقتني للبيت. اي بس احنا كنا بسيارة فهود مو يا الاثول، تمت ورانا لين وصلني. ولا هذه البلشة. زين الحين ايش ناوي تسوي؟ وشلون بتدبر له المبلغ؟ قطيت الموضوع على امي. وامك شلون بتدبر 30,000؟ هذا يوم زين، لا تحاتي، تتصرف تعدل الامور. مناير هذه حبيبي. ايه تعال اقول لك، ليش ما تكلم فخود يساعدك؟ شنو شنو شنو؟ خسي. شوف الموضوع هذا ما ابي احد يعرف عنه، فهمت؟ إيه ليش عاد؟ لأن إذا عرف الخطة اللي ببالي تخترب لا تخرب علي عاد عشك حلجك. زيود في خطط من ورانا قاعد تصير. إيه من وراك شتيب لأسوق الطراق الحين. اسمعني، لا يعرف سالفتي مع أمول ترى ما راح يصير لك طيب، فهم؟ يبقى زين لا تحمق علينا. زين زيود عاد لا تنسى صاحبك، عاد أنا صاحبك يعني إذا نجحت الخطة. خلاص بضبطك بضبطك، بس ها دير بالك مو انت حكه. هلا هلا بالشيخ. هلا انستغرام حاليا بالقهوه مع الشباب. هذا زيود رفيجي. هلا هلا. هذا عدول. شلونك؟ هلا حبيبي. شلونكم؟ هذا كبير العوايل. يعطيكم العافيه. شلونكم يا شباب؟ شو اخباركم؟ هلا بالشيخ. شلونك عدول؟ الحمد لله تمام. قول لي سويت على الموضوع اللي وصيتك عليه. ياه فهود ايش قلنا؟ ما نبي احد يعرف. ايش فيك؟ وش فيك؟ هذا عدول مو غريب، شو انت بتخش على عدول؟ اي اخش على يده بعد. يا جماعه اذا في موضوع بينكم اتوكل. اي توكل يلا توكل. عيب وين اروح اقعد يبا في مباراه الحين مال برشلونه؟ خليه يقعد بعد المباراه، خليه يتوكل على الله. اقعد اقعد مالك شغل فيه. اكيد اكيد يا حبيبي اقعد. عشماوي واحد هوت شوكلت لو سمحت. وين يعرف هذا هوت شوكلت؟ يبا يجيب له شاي حط اصبع كيت كات داخل الاطراق هيك انت وياه. وانت هذاك. شنو؟ باب قلت لك انا وين يعني؟ وين؟ عند الربع. اي في واحد من الربع طاح علينا ورحنا وديناه المستشفى. يا ما انا طالع تبين شيء؟ ما بتاخر. انت حبيت تسوي لي هالقصه؟ خلاص يبا يلا يلا فما لنا. خلاص فما لنا يلا. وايد يحز بخاطري ان تزعل انا مني وما تحاكيني. ليش يما كل هذا؟ شو مسوي؟ يما انا قلت لك ابيها بالحلال، ابي اتزوجها. حتى بالدين، بالدين انما الاعمال وبالنيات. وانت تدرين شنو نيتي؟ دام حاط هالشيء هذا براسك انه صح، ليش تسوي بالخش والدس مثل الحراميه؟ ايش تبيني اسوي يعني؟ تبيني اضح البنت؟ اطلع بالشارع واصرخ اقول اني احبها وبتزوجها؟ دام ما تقدر تقول وخاش يعني معناته غلط. الصح مثل الشمس تشرق وما تستحي، والعيب ينخش بسواد الليل عشان ما حد يشوفه. هذا اللي يدك الله يرحمه علمه لي والخوالك. قال فكروا قبل لا تسوون الشيء، اذا قدرتوا تسوونه قدام الناس يعني معناته صح، واذا استحيتوا وما قدرتوا تسوونه لا تسوونه وايد احسن. روح يا يمه حق ربعك لا تبطي عليهم، وإذا هامك وايد ازعلي، أنت تعرف شلون تراضيني. ولا يقول حق الثاني شنو محتاج شنو تبي. كل واحد يقول يلا نمشي. الله كريم. يلا مشينا. وي نسيت فضت أمي داخل ما حد. عسى الله يهديك يا يمه. عسى الله يهديك. خالتي نوال عن نوال تفرق. اي معلوم اكيد من برا تموتون على النصايح، لكن من اهلكم تشوفونها ثقيله ما تسمعونها. ويش دعوه عاد
يا يبا قلنا لكم كل شيء صار بسرعة بسرعة. يعني أنا كانت نفسيتي تعبانة، والبنية يزاه الله خير يتني وغيرت شكلي، حتى نفسيتي تغيرت صارت وايد أحسن من غيرت شكلي. والفال إن شاء الله للباجي. إش باجي بعد شناوي علي؟ من الصاروخ اللي عندنا. أوب 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 أوب. خالتي نادية ما عرفتك حالاتك صايرة صايرة صاروخ. بس إلك أنا اللي بتزوج ولا أنتي؟ شو التغيير هذا؟ مشكور حبيبي. تعال تعال على طاري الزواج. قولي يا جميلة قولي. أنت شلون بتتزوج واحدة لا شفتها لا قعدت معاها ولا تعرفها يا يما؟ شلون؟ ما أنا كنت بقعد معاها بس أبوي الله يهداه يعني. شلك في أبوك؟ شكو أبوك في الموضوع. أنت اللي بتعيش معاها ولا أبوك؟ أنت اللي بتتزوج يا يما، هذا عمر، هاي عشرة، مو لعبة هي زواج هذا. فيك؟ مو أنا بشوفها بس أبوي مراضي، مرة يقولي مشغولة، مرة يقولي مسافرة، مرة قال ما له داعي تقعد معاها. إيش أسوي؟ خالتي خرعتيني صراحة. يعني أنت لهالدرجة شايف البنت جيكرة؟ لا تويل هذا شلعتي. أي جيكرة؟ أكو بنت في هالزمن جيكرة؟ لا بس إيوة علي عليها، يعني ما تعرف يمكن تهتم بعمرها. إن شاء الله باكر اللي تزوجتها ويت عندك أنت تعلمها. بعدين دائما البنت ببيتها لا غير وبيت ريلها غير. عدل حرام عليك يا نوال، يعني البنيه كلش مو هاد يا ولدي. سلم لي عمرك بنت يلا شويه تخليني الولد يوسوس على الزواج ومعطي ابوك كلمه. عدل شويه ان شاء الله البنيه شوي شوي بتعدل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. هلا يمه. هلا يمه. خالتي شلونك؟ هلا هلا يمه. الله يطول بعمرك. الحمد لله. امي بس بغيتك بموضوع بروحنا ما يخالف؟ اي قولي يمه. ايش تبي؟ لا يما بيني وبينك كلمة راس بتعرفين كلها دقيقة إن شاء الله. قومي روحي يا بيج يا بيج المعقد قومي. إن شاء الله. ناطرك ما أنا بصالة داخلية. إن شاء الله. نتوي لا توزين الولد على الزواج، إحنا ما صدقنا إنه موافق. خلاص تعرفين إذا راح وقال حق أبوه أنا أود أبوه بيطلب الدنيا على راسنا وأنا أول المفروض واللي سلبك. خلاص 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 ما راح أتحجى. وبعدين مدام هو راضي أنا شكو أول اللي بيتحمل. خلاص حبيبتي بعد حاجيش خالتي بذمتش ذمتش لا تخشين علي. شنو الخلطة اللي مستخدمتها؟ ويهد شاطر. بس شوفي أوديش عند دكتوري يسحب خشمك كذي. الله خالتي ما حد بيعطيك عين غيره. السلام عليكم. عليكم السلام يا عمي. شفت شو اللي صار بالدوانية؟ اي شفت ماني عمي. اللي شفته شيء ما يصير. الحكي والمساسر اللي بين بو نواف وبين بو جمال يخوف. تهيق ابو نواف بيكنسل الزواج باخر لحظة؟ انا ما همني الزواج، اخر همي الزواج. انا خاف بس باكر يمشكلنا بالبنت وياخذها عدنان وتالي يحط ايده بايد ابو جمال ويشاركه. لا 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 عمي من صدقك يقدر يسوي كذي؟ اي يقدر ليش ما يقدر؟ احد يجبره على انه يشارك احد بحلاله. بعدين انا الحقيقه ما اتفقت وياه. ما قلت له يعني راس براس. انا صدق اني طمعان بالشراكه لكن ما شرط عليه بشيء. زين طال عمرك اذا صار هالشيء ايش تبي تسوي؟ صار هالشيء وقضى بعد السواد سواد ربك سبحانه وتعالى. لكن اتمنى انه ما يصير وان شاء الله ما يصير. زين عمي شو اللي اقدر اسوي لك؟ انا ابيك تجمع لي معلومات. ابيك الحين تدخل الديوانيه وتحط عينك بعيون بو نواف تسمع كل كلمه يقولونها حتى لو تافهه. تجيبها لي اول باول. حاضر ولا يهمك عمي. تم الله يستر. ما الله. بقول بقول خلاص بقول. يما أنا أدري إنه مو وقته. أدري يعني إن أنت الله يعينك يعني حي سحوس يعني. بعرس عدنان وتجهيزه بس يما والله ودي اسالك سؤال وحاب اعرف اجابته ضروري الحين.
ظاهر موضوع شايد. شو هالسؤال اللي لازم تعرف اجابته الحين وما تقدر تنطر عقب عرس اخوك؟ شنو؟ يما قول يا يما. بقول هو يما يعني عادي اتزوج واحدة حلقت حالها ومتناسفة قارة؟ الله يهديك يما، شو هالسؤال؟ اكيد عادي، الفقر مو عيب، بس ها مو اي احد متناس اياويد اصل وفصل. هي يما تبيها تخاف الله فيك وفي عيالك. لا يما من هالناحية لا تحاتين، البنت يعني ما شاء الله عليها مرتبة ومزيونة وحليوة يعني وذربة، وبعدين احنا نعرفهم وما يعرفوننا زين، ما شاء الله عليهم وايد خوش ناس. يا الشيطان يعني انت خالص منقي ومخلص امورك كلها. انا بعرف انه هذه اللي طقها البخت وجاسم اختاره. لا يما خليها بعدين اقول لك. ايش دعوة يما؟ قول لي منهم. لا يما خليها بوقتها، يعني تدري لازم انا شيء اتكلم مع البنت اشوف شنو رايها، بعدين صدقيني ترى بجي بنفسي وبقول لك اخطبي لي اياها. لا عادي يما كيفك، بس ما دام نعرفهم وهم يعرفونا. بس بعد ايش نبي اكثر؟ ابيك تفرحني يا يما بسرعه، ابي افرح فيك مثل ما فرحت بخوك، ابي اشوف عيالكم. ان شاء الله يما ان شاء الله قريب. بس يما انت متاكده ان انت ما عندك مانع ان انا اتزوج واحده على قد حالها؟ اكيد يا يما. شوفي يما الاصل هو الاهم مو البيزات، في وايد ناس الفلوس فوقهم وتحتهم بس حسافه لا يعرفون السنع ولا الاصول، هذيلا يا يما ما يتامنون ولا حد يناسبهم. بس في وايد ناس على قد حاله أصلهم طيب، علشان كذي الكل يتمنى ياخذ منهم. صار جاي يما ريحتيني. يا حليل يا جاز، ترى طلعت مهين. خلاص يما. يا حليل تعقجيني. خلاص عاد أقول لك قوم خلينا نقعد مع خالتك. يلا تأخر عشان شاء الله. قعدتش بالحوش؟ انغمت من قاعدة الصالة، جيت قعدت شوية هني. منزل الجو يما، غمته؟ والله الغمته يما بقلبي ما هي بالجو. سبتي أنا صح؟ لا يما اسم الله عليك، أنت إيش عليك؟ لا حبيبي، وإن شاء الله كل الأمور بتنحل، لا تحاتي. شلون تنحل يما؟ شلون تنحل؟ كله مني. أنا الغبي، أنا ما أستاهل أكون ولدك يا يما، ما أستاهل أكون ولدك. لا يا حبيبي بسم الله عليك، بسم الله عليك، الله لا يخليني منك يا وليد. لا تحمل هم، إن شاء الله بحيل الله كل الأمور تيسر. ما أدري شلون أطلع من يزاج، يما شلون أطلع من يزاج؟ يما أنت ولدي، أنا لو أشب أصابعي شمع لك تفداك، أنا بكلي أفداك، الله يهداك بس، والأمور إن شاء الله بتنحل. زين يعني شلون بتطلعين 30,000 من وين يما؟ من وين؟ ربك كريم، ربك ما يضيع عبده، واحنا الحمد لله لا عمرنا ظلمنا احد ولا بقنا، وان شاء الله بتسهل الامور. هذه فلوس وسخ دنيا تروح وترد، ما نبيها لكن نبيها وقت حاجتنا، نسد حاجتنا فيها وبس، وان شاء الله بتطلع. يعني ما راح نسجل؟ لا ان شاء الله ما تنسجل، على قص رقبتي ما تنسجل. ابيع هدومي وابيع اثاثي وابيع كل شيء، ساعدك بس يا امي، بس يا حبيبي لا تعور قلبي. بسم الله عليك، بسم الله عليك. لا يا يما لا تبكي، لا تبكي. خلاص ما راح ابكي، احبك احبك. يا حبيبي الله يخليك ويحفظك. انت شيخة كبيرة العوائل انت. هلا 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 بأمي الغالية. هلا 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 يما. هلا حبيبي شلونك؟ الحمد لله. شالت شاس اللي بدينك؟ يما هذول جمعها سويت لهم دعاية وعطوني هدايا. زين بس عاد اشوفك ناسي مشروعنا، ما اشوفك نزلت صوره وسالت الناس. ويما انا ما اقدر انزل بالانستغرام فكره او فكرتين، لازم اقل شيء 5 افكار علشان يتفاعلون معي الجمهور ويعطوني ارائهم. زين انت ادرى فهيدان، انا طالبتك طلبه وكان بخت ما تردني. عيوني تدلل ايش؟ شنو تبين؟ تسلم عيونك. عدنان ولد خالتك. ايش فيه؟ يما كاسر خاطري
وعليا انا ما ادري انت ليش ما تمر علي، ليش ما ترافقه تطلع معاك، ترى حبيب الولد خوش ولد. ما عدنان مو صاحي هذا، وين خوش ولد هذا يا اهل عود؟ تكفين تبين ارافق هذا، هذا خبل. حب تقول عليه كذي هذا وانا طالبتك؟ يما انا عبالي انت طالبه شيء سهل، مو تعرفج عدنان. يما عدنان لو في خير كان ربع ما هدوه، كل ما كلمنا واحد ولا اثنين قالوا لنا مع السلامه. يمكن ربعه مو زينين، يمكن العيب فيهم. لا يما لا، الله يطول بعمرك. يما هو مو صاحي، هو عوي اتكالي. بعدين انا عدنان يما انا ما اتحمل، جاب لنا نص ساعه، تبينا رافجه؟ بعدين انت ايش طالع ليش موضوع عدنان؟ صاير شيء؟ لا يما مو صاير شيء، بس تخيل يعني بيتزوج بس لان ربعه تزوجوا، علشان ما يسمون بروحه. بعد هذا اشكره يما مو صاحي، اشكره ما عنده عقل. يما ولا رحم والدك، بروح اغير ثيابي وانزل لك على ابنك. لا لا انا بين 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 بين، وانت بتصير مينون من هالتليفون. لا يما لا 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 يما، اسمحي لي اسمعين، الالوان اللي مختارتها ذوق هينك، ذهبي وبنفسجي واخضر، هذا نايت كلب ولا عرس؟ حلوين كله بغيره، ماكو لا حلوين ما حلوين. اف جسوم تعال خل اباريك. مالي خلق. ها تعالي وش فيك؟ مالي خلق. رشود تعال خل اباريك، خل اكسر راسك. وثول ما تشوفني مشغول بكوشتك؟ وايد شاد حيلك، تعالي يبا تعال خل العب شوي معاك. عدنان حبيبي خلي رشود اخوك قاعد يجهز حق عرسك، انت مو دائما تلعب بروحك، العب هالمره بروحك بعد. وانا مليت وانا العب مع الاونلاين، يعني ابي ناس اعرفهم اضحك اسولف اتهاوش. خلاص تبيني انا العب معاك ترى عارف. لا 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 خلاص خلاص عطيني. لا 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 بس شوفي شوفي لعبي شوفي لعبي. والله عارف. ناقصت. الو هلا يوسف. هلا. لا لا ماني مشغول، قول ايش عندك؟ شنو؟ والله احلف كفو، والله كفو 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 ريال لعب. يا 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 ولد يا ولد يا ولد، على هالاخبار الطيبه لعب هذا لعبي منك. اقول روح روح روح، اسال الله يوفقك ان شاء الله. لا لا باكر تفاهم في الشركه ان شاء الله باكر. يلا فما الله فما الله يا ولد يا ولد يا ولد، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. عبد اللطيف صاير فرحنا معك، امور طيبه تخص الشركه تخص شغل. تعال انت يا عدنان، هات هات عدنان عطني عطني هذا عطني عطني الاتاري واوريك. حط رونالدو. رونالدو يبا رونالدو اسمه. رونالدو تعرف اكثر مني. حط عطني حط ريال مدريد. قول لي بعد غلط. زين زين امسك اليد عدل عشان تتعب تلعب يعني. يلا كذي كذي يلا لا لا كذي يبا كذي ادري اعرف اعرف. يلا اشوف يلا اشوف رونالدو. ها ايه شرطه غرفك 20 صفر. فيك تضحك الاول انا شفيتي ما صاير؟ دخ 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 ليش حين التلفون علامتك انت؟ انت يا الحريم فيكم من اللقافه وبلاغه الشف اللي قصر بعمانه وطول بعماركم. دام انك تعرف كذي ليش ما تحكي وتقول لي؟ ايش تبين تعرفين يا ام راشد؟ ابي اعرف من اللي اتصل فيك وش قال لك علشان خلاك بهالوناسه. اول شيء عشان تطمئنين اللي اتصل فيني ريال مو مره. اللي اتصل فيني يوسف وبلغني خبر رائع، خبر حلو خلاني استانس. يقول ان ابو جمال تخانق مع ابو نواف نسيبنا.
عرفتي؟ وهج من الديوانيه، هذا من هو؟ وجمال. تخانقوا ولا قعدوا؟ احنا شكو. شلون احنا شكو؟ طال غشيم انتي. تدرين هذا من هو بجمال؟ بجمال هو المنافس لي عند بنواف. والحين صخره وانزاحت عن طريقي، ما احاتي، لذلك انا مستانس. يعني الشراكة اللي بينك وبين بنواف نسيبنا على قولتك للحين مو أكيدة ومو مضمونة. يعني تقدرين تقولين هيك وهيك. هيك وهيك. وهالفقير عدنان بتزوجة هالهولة مشاعر بس كذي خالي بلاش حظك نصيبك، يعني خطوة ممكن تصيب أو تخيب. تو انعرتها، ايش دخل هذا بهذا؟ ايش فيش غيرت السالفه؟ ايش دخل عدنان؟ عدنان ما له شغل، هو شكو. شلون شكو؟ عدنان تبي تزوجه واحده لا شافها ولا يعرفها بس كذي على شراكه مو اكيده؟ طار من اللي قال شراكه مو اكيده؟ الا اكيده اكيده اكيده. بعد هوشه ابو جمال مع نسيبنا ابو نواف صارت أكيدة أكيدة أكيدة. عاد الحين بطلة هذا كله، بطلة من هالدراما هذه، وخل أقول لك السالفة الصج. الحين أنا الوحيد اللي أقدر أقوم بكل مناقصات بنواف الكبيرة، أنا الوحيد اللي أتحمل شراكته، شراكة بنواف، لذلك أنا مستانس، أنا حققت نصر الحين، أنا مستانس وايد، ولازم تستانسين مثلي. صحيح فيها ملايين هذه يبا. أسينا يا ابو نواف. هلا يما، حياك حياك. ها فهيدان، ايش قاعد تسوي يما؟ يما قاعد اصور كم شغله دعايه حق انستغرام، تبين شيء؟ قاعده بروحي وضايق خلقي، ايش رايك نسوي نفيش ونجيب بيتزا ونقعد نطالع افلام مثل قبل؟ تذكر يوم انت صغير؟ كنا نروح المحل اللي بالضاحيه ونجيب افلام ونقعد نسولف ونضحك، وانت كل شوي تسالني يما شو يسوون؟ يما شو يقولون؟ يما ليش يضحكون؟ يما ليش يبكون؟ يما ليش يموتون؟ هاش قلت؟ يمه مو فاضي كلش، لما اخلص اللي بيدي اجيلك. ليش قاعد تبكي؟ بعد ليش قاعد ابكي يعني؟ امي اللي طايحه ترى، مو حد غريب. شب لا تراق الحين. لا تقفصين على امي. زين خلاص ولي سلمك، كلنا قلب ما محترق على امي متوتري، لا تزيد. ما بيكم تعلم صوتكم، فهموني. ان شاء الله خلاص روح زين ولي سلمك. الله الله يا دار، شفتي شو صارخت؟ احنا بالمستشفى مو بالبيت. خلاص. انفالو. يعني بفهم يعني ليه مثل قاعدين كذي؟ دكتور ليش ما خلى احد يدش غير احلام بس؟ انوار تساليني الله يهداك، يعني انا ادري، وبعدين الدكتور قال بس شخص واحد، من كذي اختك نطت. استغفر الله يا ربي، انزين على الاقل احد يطلع يطمنا. انوار ولي سلمك خلاص تكفين، لا تشوفيني انا كذي، ترى والله مخي واقف سكته وعاد، خلاص احنا بالمستشفى. انا بعرف، انت كل ما سمعت شيء لازم تسوي قضيه؟ لا انا فطين وفاهم كل شيء ومفتح في اللبن مو مثل غيري. ايش قصدك يعني؟ اسمع انا اللي اقصده ان ابوي خاش علينا شيء كلنا ومو راضي يتكلم حتى حق امي، وانت عارف ابوك عدل، اذا خاش شيء يعني كارثه ولا مصيبه. مو شرط، انت تقول سمع اذنك سمعت ابوي يقول ان هذا الشيء يخص الشغل،
يعني حتى لو كانت مصيبة صج احنا شكو. طالع هذا شو يقول؟ انت بتجلطني؟ بتذبحني قاصر عمر؟ شلون احنا شكو؟ الشغل يعني شركة، والشركة فلوس، بيزات، يعني ورثنا عقب عمر طويل، شلون احنا شكو؟ تعال تعال انا بعرف انت، شفيك صارك هاليومين كله صاير مادي؟ وتفكر بالفلوس و24 ساعة تقول حقنا ومو حقنا، ترى ما مع عوايدك. أقول لك شيء، والسر عندك بالأمان؟ تحج قول. بصراحة مكتب الأفراح ما قاعد يدر علي شيء، ما عاد يجيب ربح، وأنا تدري فيني قاط ما وراي ودوني مستثمرة بهالمكتب. والصراحة يوم شفت أبوك شاق المخبة ويعطي عدنانو أبي يساعدني مثل ما ساعد عدنانو، وعسى اللي عطى عدنان بقفشة يعطي دم اللاس. كلامه كان واضح، قلنا له كلامه كان واضح، قال إن إذا بغيتوا تتزوجون راح أعطيكم نفس ما أعطيت عدنان لا ويمكن أكثر. ما شاء الله، يعني أنا وياك قفطنا، إذا ما إحنا متزوجين يعني ما لنا شيء. فلوسه كيفه؟ شلون فلوسه وكيفه؟ هذه فلوسنا، فلوسنا. لا فلوسه، يعني حتى لو يجيبهم ويشبهم قدام عيننا ويشوي عليهم كستنه ما حد لحق يقول له ليش. لا حبيبي، لنا حق ونص، هذه فلوسنا ورثنا عقب عمر طويل، بس يقعد يفسفس فيهم ويلعب فيهم هذا انا ما ارضى فيه. لا والله صدق، والله اشوف صوتك قام يعلى وقام تحكي وقاعد تقول لا روح روح ناقشه روح تكلم. يعني يعني حسستني ان انت كلش يعني تقدر تتكلم مع عبد اللطيف الشارد وتقول له هذا ليش وهذا وين وهذا ايش حقه وليش لو بالفلوس بعد ايش حقه ما تروح لفوق دل غرفته. ترى اذا ما ادري انا ادلك اياه، امشي معي تعال مش خليني اوديك فوق، امشي تعال روح كلمه قول له ناقشه. لا لا انا ريولي تعورني ما اقدر اصعد سلم. وبعدين ايش فيك الله يهداك قلبك صدق احنا اخوان وقاعد نتناقش يعني في الامور العائليه والاسريه. دام كذي حط لسانك بلهاتك واسكت واكل وانت ساكت احسن. باكل وبنشعب بعد. دكتور. ايوه. ها بشر صار. دكتور بشر صار. تنوش يا جماعه الموضوع بسيط، الضغط كان عالي شويه والسكر دلوقتي الحمد لله بقت احسن. الحمد لله الحمد لله، بس انتوا لا تعطونا شاي معكنت. دكتور نقدر نشوف امي الحين؟ طبعا. دكتور نقدر نشوف امي الحين؟ اكيد طبعا تفضل. بسم الله عليكم الحمد لله. يما الحمد لله على السلامة يا الغالية يا حبيبتي. ما تشوفين شر يا شيخة. ما تشوفين شر يما، ما تشوفين شر. هاي شوي 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 شوي. أمي تعبانة ما تقدر تتكلم، ايش فيكم؟ واحنا ايش سوينا؟ نبي نعرف ليش طاحت، ايش فيها؟ الدكتور يقول ان الضغط والسكر مرتفعين عندها من المحاتات. يما حبيبتي ايش قاعدة تحسين في يما؟ الدوخة راسي عورني. الحمد لله أحسن. بعد عمري أمي ما تشوفين شر حبيبتي، يعل إن شاء الله اللي كان السبب ينسدح مكانه. تقول يلا عاد يلا أشوف من الصبح كل واحد يقطع علي نغزات وأنا ساكت، صرت على سمع العيلة أتراك عيل من السبب إن شاء الله. أمي شد حاتي غير سالفتك العوية، ما تقولي من وين بتجمع الفلوس المسكينة بالله. أدري إن أنا السبب، أنا السبب أدري. أشوف تشدات الحين، أصلا أنتم ما تحبوني، أنتم بس قاعد تبكون على أمي، أنا من داخل قاعد أحترق نار نار. أنا يا يما. بسم الله عليك إن شاء الله ما تضيع. أضيع يا يما. بسم الله عليك إذا عدوك يما ما يحبونك بالطقات العنا اللي تلعنهم أنا أحبك. بسم الله عليك، بسم الله عليك إن شاء الله ما تضيع منك الدنيا وأنا موجود. أضيعني يا يما. يما لو ما تخبي تطيعي كذي والله أنت شو السجن عادي عندي. يما شايفة على الله يبونه. السجن لا أمي لا، ما فيش السجن وأنا موجودة إن شاء الله. الفلوس بدبرهم والله، لو أبيع هدومي لو أطر في الشارع ولا أدش السجن. وهذيلا يا كنتي بالله عليك لا تمشي مجموعة ثانية. بس بس إيش قاعد تسوي الحمد لله؟ شكرا تعبانة يا نيت مو صاحي؟ أنت إيش تبي إيش تبي؟ أنا أمي ندفع. كم كم إن شاء الله يا جريت الحية كلها بعيدك إن شاء الله. شوفوا عاد ما حد يرفع صوت أمي زين. اتغسوني اغسكم وامسح رقابيكم مصاعي اللي ما تستحون. انا ما طلعت بهالدنيا الا فيه، اما بعينكم ان شاء الله. ما يغاب ما يغاب غوادي بس والله غوادي. ادري والله قلبك اريه اريه حنون عليكم احبكم ما لك عليكم. ما انا جاي يما دفع قاصونا بالنص. يما يما حبيبي اعتبر الفلوس اندفعت خلاص. اندفعت شو عليك انت؟ اندفعت خلاص انت فري الحين. حبيبي حبيبي يما حبيبي.
عليك اسم الله عليك اسم الله عليك. إيه يما أنت متأكد أنك موافق على الزواج قبل لا تشوفه وتقعد معاه؟ عدنان ترى هذا زواج ملعب، اليوم تبي وباكر لعن أبو دارك النيت. منو يتزوج الحين بهالطريقة؟ منو ياخذ واحدة ما يعرفها أو حتى شافها على الأقل مرة؟ عدنان لا تغرك الفلوس. أنت شلون بتتزوج واحدة لا شفتها لا قعدت معاها ولا تعرفها يا يما؟ شلون؟ كلمتي ما ثنيها، يا اما تسوي اللي ابيه وتتزوج البنت بعد اسبوعين، يا اما من تولدي ولا اعرفك واتبرى منك، حتى بيتي يتعذرك. الحمد لله على كلام الدكتور صارت احسن. زين ما قال لكم الدكتور من شنو الطيحه؟ واذا في احتمال انها تتكرر ولا لا؟ يقول ماكو شيء يستاهل انكم تخافون، هي بس شوي نفسيتها تعبانه ويبي يسوي لها أشعة وكذي، وحرص علينها ما تعصب وما تنفعل. إيه كانت منفعلة لما طاحت؟ صاير شيء؟ لا مو صاير شيء، بس أنت لحين ما عرفت أمي تشيل هم اللي بالبيت كلهم على حساب نفسها وعلى حساب صحتها. عندنا وعندك خير، أنا أمي كذي، إذا ماكو شيء تحاتي تحاتي ليش ماكو شيء؟ إلا صدق تعال قل لي ما صارت معك أحسن؟ والله ما أدري شو أقول لك نفول، حس امي قاعد تعاملني معاملة واحد غريب، حتى السلام ما ترد عليه، واي شيء تبي قاعد تقول حق زمزمه وهي تجي تقول لي. واي منها امك راسها يابس وعنيده. عنيده وبس؟ انا افتر راسي ما ادري شو اسوي، انا ما اقدر على زعلها، هم ما اقدر انه يمر يوم ما اسمع صوتك، انحطيت بالنص بينكم ما ادري شو اسوي. متحسف؟ اكيد لا يا نيتي انتي. يلا ما يخالف حبيبي تحملها، اليوم بتزعل وباكر بترضى. بتروح وترد ولدها، ما يخالف تحملها شوية مرة عودة، بس صدقني هي تحبك وتخاف عليك. أنا مستعد أسوي كل شيء وأتحمل كل شيء وأصبر على كل شيء عشانك. يا بختي، بس عاد إن شاء الله هالكلام من قلبك مو كلام قبل الزواج وبعد الزواج تسحب على أم اللي يابني وأربع وعشرين ساعة بالدوانية. والله عاد أنت وشطارتك، إذا كنت بنية حبوبة نفس ما أنت الحين أكيد بجاب لك، بس إذا عقب الزواج صبتي نصرة وحنانة لا والله بهد البيت وبنحاش. لا شوفي إذا كذي لا تحاتي، لأني لا نصرة ولا حنانة. كلكم تقولون كذي قبل الزواج، ومن تضمنون الرجال تطلعون على حقيقتكم. لا حبيبي هذا أنت اللي كذي مو إحنا. لا والله. بس عاد بس بالنام بالنام. ويلعب عشتي منيمة خامدة. تفضل. صباح الخير. صباح النور. حسام عشر متأخرة؟ أسفة راحت علي نومة. لا عذرك هذا مو مقبول، مخصوم عليك يوم إن شاء الله اللي تشوفها. أحلام. هلا. إيش فيش ترى قاعد غشبر يعني ما له داعي الرسميات اللي بيننا؟ جاسم إحنا ما بيننا شيء. لما قلت لك عن الفرق اللي بيننا تبلعمت سكت، ما قدرت تناقشني ولا حتى ترد علي. ما تقول لي على اي اساس تبيني اتغشمر معاك واضحك؟ صحيح ان انا تبلعمت وما عرفت ارد عليك، هذا كله لان انا انصدمت من الكلام اللي قلتيه، وبالاساس انا ما كنت حاط له اي اعتبار. مو كل الناس نفسك جاسم، امك وابوك. امي وابوي نفس رايي. امس بالليل انا كلمت امي وجسيت النبض معاها بشكل عام، واتضح انها ما عندها اي مانع. صدق جاسم؟ ايش قلت لها؟ ايش قالت لك؟ ما قلت لها شيء محدد، بس كل اللي قلت لها ان انا حاط عيني على وحده بنت ناس محترمين وطيبين، وقلت لهم انا على قد حالهم، بس هي ما قالت شيء، رحبت بالموضوع وقالت والنعم، حتى اكدت لي ان عمر السنع ما يرتبط بالفلوس، هذا كلام. انزين وبعد ايش قالت لك؟ ابي اعرف كل التفاصيل قول. وي 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 ايش مستعجله؟ اي ابي اعرف. بتعرفين صدقيني يا احلام، لو الدنيا كلها وقفت بوي وقالت لي ما تاخذها باخذك غصبا عن اللي يرضى واللي ما يرضى باخذك. عمي شفتهم بعيني وما حد قال لي،
عقب ما مشيت بعشر دقائق أو أكثر فز أبو جمال وهو معصب قال الكلام هذا ما يجوز يا أبو نواف. قال له يا أبو نواف عقب الكلام اللي قلته ما لي قاعدة معك. استأذن الموجودين ومشى. بس شنو مشى حمقان شرار يطلع من عيونه. زين ما عرفت ايش قال له؟ ما عرفت ايش عليه مختلفين؟ واحنا شي يهمنا عمي؟ اهم شيء كل واحد راح بصوب. احنا يهمنا ان نعرف ليش اختلفوا. لو عرفت انا ايش عليهم مختلفين اعرف انا وين واقف. فهمت؟ اذا هم مختلفين على موضوع الزواج انا لا طبنا ولا غدا الشر. عمي يعني قصدك اللي صار بالديوانيه بس لان ابو نواف قال حق ابو جمال ان بنت من نصيب ولدك عدنان؟ ليش لا؟ ليش لا؟ تدري ان اخر همي اني اناسب ابو نواف. انا سويت كل هذا علشان اوصل حق الشراكه. اي بس يا عمي ما اعتقد انهم يتشاركون عقب اللي صار امس. اقول لك علوا صوتهم على بعض شوي ويتكافخون. ليش ابو نواف ما فتح لموضوع الشراكه؟ ليش ساكت للحين؟ ليش حدد الملكة والارث بنفس اليوم؟ ليش؟ ولا يا بريطاري ابد عن موضوع الشغل. والله علمي علمك عمي. تلقى فاتحه بالموضوع؟ لا 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 يا عمي انا قايل لك انطر شوي. قايل لك قبل هالمره غلط تفاتح الحين. لا تخليه يحس انك طمعان فيه. حس ولا بالطقاق؟ هو اللي محتاجني مو انا اللي محتاجه. ولد العود وهج وهو المرض ماكله. والشركه هذه اللي راس مالها بالملايين يبي لها من يديرها. عرفت؟ انا ما اقدر اصبر اكثر. ابى فاتحه بموضوع الشراكه علشان ارسي على بر. الطاف امس ياسر اتصل عليك ليش ما تردين؟ قد مشغوله. شنو الحين تنشغلين عني؟ الطاف قاعد احاكيك ليش ما تردين؟ ايش فيك؟ وي بدر ايش فيك؟ ايش فيك قاعد تحن على راسي؟ يا اخي خلاص لا تمشي يمي بالجمعيه انا مو ناقصه حك الناس فاكر يطلعون عني كلام. ليش وش الجديد يعني؟ كل مره انا اكلمك من الجمعيه. خلاص تغيرت شلون يعني؟ ما يصير البني ادم يتغير؟ بعدين انا نفسيتي تعبانه ما لي خلق عمري. عسى ما شر، في شيء انا ما اعرفه. امي امس طاحت علينا وديناها المستشفى. سلامتها، ان شاء الله ما فيها شيء شايد. لا الحمد لله صارت احسن، ضغطها كان مرتفع. الحمد لله دام على قولتك صارت احسن، ليش ما لك خلقي؟ اوه عاد يا ربي يعني ايش هالبلشه؟ خلاص قاعد اقول لك انا نفسيتي تعبانه يا اخي قدر مشاعري، ما لي خلق اتكلم. زين قولي لي يمكن اقدر اساعدك بشيء. ما تقدر. كانك بتساعدني روح مكتبك فكني من شرك خلني اخلص اغراضي وارد البيت. ان شاء الله اللي تشوفينه. لزقه لزقه. ايش فيها هذا؟ هلا مناير. صباح الخير. صباح النور. ها كنت طالعه؟ اي والله قلت امر راشد اشوف اسوى على ترتيبات العرس عقب امر البوتيك اشوف بدلتي. يعني ما لنا بالطيب نصيب. يا هي فجأة بالعاده تتصلين؟ انا كنت قريب هني عند مسالم قلت اشرب شاي الضحى معك. عيارتك ايش عندك قولي؟ خو مو من امس اعرفك صار لنا سنين. إذا بغيتي شيء يبين من عيونك. هذه مشكلتي، إني شفافة يبين كل شيء على وجهي. ما أعرف أكذب. عدل، قولي إيش بغيتي؟ والله أنا والي هي سالفة شايدة، وحلها صعب. قعدت أقلبها مني، ماكو فايدة. النتيجة كلها بوش. عاد قلت ما كل أخيتي نوال هي اللي ممكن تحلها ليتي. من عيوني،
بس إذا سالفتك طويلة ترى صراحة أنا مخي مو معاي كلش. والله هي طويلة طويلة وشرباكة بعد. شوفي مناير، أنا الحين مشغولة وما أبي أصيف على راشد. خلي عقب عرس عدنان نقعد أنا وإنتي ونسولف على راحتنا وما يصير خاطرك إلا طيب. يعني صدق بتساعديني نوال؟ هذا يبي له سؤال بعد، أنتي حسبة أختي؟ هي بعد عمري يا نوال، الله يفتح أبويك مثل ما فتحتي أبوي، الله لا يخليني منك. خلاص خلاص أجل الموضوع بعدين عشان لا أصيف. يلا يا بعد عمري الله يحفظك إن شاء الله يا أصيلة يا بنت الأصول. أنتي مو بشر، أنتي ملاك. روح الله يحفظك دنيا وآخرة. يا الله يا كريم يسترها عليك وعلى عيالك يبلغك فيهم إن شاء الله. يا بعد عمري بحفظ الله بحفظ الله. أمانة الرحمن، مع السلامة. الله يتمم على خير إن شاء الله. يا رب يا رب لها تصدق وتساعدني يا كريم. حبيبتي مع السلامة. ألطاف ألطاف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على عقلي. إيش فيك إيش فيك بدر تصارخ؟ خرعتني. آسف ما كان قصدي خرعت والله. شنو ايش ردك مره ثانيه؟ بقول لك شيء ترى يمكن يونسك. قول. بخلي امتي تخطبك. وي شنو؟ اي خطوبه يبطيخ؟ انت ايش فيك ينيت ينيت؟ شنو ينيت عشان بخطبك؟ لا يعني مو قصدي كذي. يعني الزواج مسؤوليه، كفاح، يبي لي اقعد بيني وبين نفسي افكر، انا بطلع من بيت اهلي معززه مكرمه يعني لازم استوعب شيء، اياني وياك تقول حق امك لين انا اقول لك اوكي. ان شاء الله حاضر. يلا. عن اذنك. الطاف الطاف. استغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوة الا بالله. بدر ايش فيك الله يهداك؟ تم تفضحني لو عاد كله قاعد طالعني ما يصير. سمعيني شوي سمعيني. قول. الله يخليك، لا تطولين وانت تفكرين. لو علي انا ترى بخطبك اليوم قبل باكر. ان شاء الله. يلا عن اذنك. ايش هالخفة؟ اعوذ بالله. حاكيك عدول. اه شنو ها طالع لي وانا حاكيك الاطراق الحين؟ ويش اخباري انت؟ شخباري؟ اذا دشيت وقفني واذا سولف طالعني ولا تحطري لك بويهي. يا عمي خليك كول شوي انت شايب. لا تقعد تفلسف. يلا عد. يلا المهم حوالينك شي نصبه جديده شي؟ ها الظاهر بتجمع 30,000 حق اموله. تهنيت نوال نطلع 30,000. شغلنا هذا ما تطلع نصهم بعد. هي أكيد إذا أنا وياك ما تطلع شيء، بس إذا أنت بروحك تطلع لا وبزود بعد، والدليل أمولة. لا تعال، ليش ما تدور لك على أمولة جديدة وتنصب عليها وتاخذ 30,000 وتعطيها حق الأمولة الأولى؟ وشكرا جزيلا. والله وأمولة ثانية شلون سدد فلوسها؟ من قبل هدومك؟ تعال صدق ما فكرت فيها، صدق أنا غبي. مو شيء جديد، غبي. بعدين أنا تركت الشغلة خلاص. أنا خلاص مالي خلق. الشغلة هذه يبي لها مجهود، يبي لها تمثيل، بجي، حركات، كذب. آخر شيء الفلوس تطير بيوم واحد وقضية وسجن، ناقص أنا. المهم في شيء جديد؟ في شيء مني منك؟ وفي وما. شنو اللغز هو لغز؟ شلون في وما في؟ شلون يعني؟ لا يعني في ضربة حلوة تطلع لنا 6, 7, 8, 8,000. اي نعم بس يبين لها قلب قوي. افا عليك بس في اقوى من قلبي حبيبي؟ الرجل والرجال قليل والعسوق طراق الحين. تعال تعال انت. مو انت مو القميص المخطط. تعال هني. قول لي عن الورد ترى قصير. ايش حق منادي على شاش اقول له انا؟ مو بقول له عن الورد؟ ان شاء الله ان شاء الله. الله يخليك الله يخليك. روح شوفي العصير وشوفي البوفيه. ان شاء الله. لا تدخلين في شغل غيرك. شبريت شبريت حشة نوال. ترى ما يبوا اللبس مال الكراسي. شوفي الحين ما باجي وقت. ادري قاعد اشوف حتى الشموع ما يبوا مع اني موصيتهم. ايش دراني عنهم؟ المهم ابيك تروحين المطبخ، ابيك تشوفي لي القهوه والحلو صلوله بعدهم ان شاء الله. ابي تشوفي لي البخور زين. انا موصي ابي 8 مباخر يكونون بالصاله. ان شاء الله. المبخر العود ابي عند الباب ان شاء الله. واثنين يشيلونه بدينهم كذي ويفرون ان شاء الله. يصج قبل لا تروحين المطبخ قولي حق راشد انا ما اقدر اصرخ عليه من هني. قولي له ابي كل شيء يكون جاهز. حاضر بس احنا الحين اذى المغرب وخلص.
يعني بعد شوي يجون الضيوف، انا ما جهز ولا سويت شعري ولا مكياج. وي مناير الله يهداك، ايش بتسوين ساعتين؟ بعدين يعني انا حالي من حالك قاعده للحين ما جهزت. انت قاعده اسم الله عليك، انا اللي حوس انكسر ظهري. يا بعد عمري، خلاص انت روحي ريحي وسوي اللي تبين وجهزي. وي لا يا بعد عمري، لا انت تقعدين وانا اشتغل، انا ما عندي اغلى منك. انا اشتغل ولا يهمك، خليك مكانك انت. تبين اطلب لك شيء تاكلين تشربين؟ لا سلامتك، ما بي شيء. وش عصير؟ خليه وش عصير. خلاص يلا. لا 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 مو كذي مو كذي، اي استاذ راشد اقول لك كذي، حطه على الورد كذي ضويش حلو يصير. حاضر بس على الطل، لو انا ما اكون موجود ما حد يسوي الشغل. راشد نعم. امك تقول ورد شويه. نعم بديتوا تحلقون عاد انت وامي. اف اف يما الورد ما في شيء وكثرته مي حلوه، يبينون المعاريس شلون قاعدين بحديقه حيوان. العالم بدل لا تبارد تقط لهم نفيش وسبان. أنا قلت لها بس قال لها داتا بزيادة. ويهد ويهد يا كومار ويهد ما يقطون كذي الورد قط، هذا بيزات الناس دافعة في فلوس. أبيهم مستوى واحد، ما في وردة نازلة نعم، ما في وردة نازلة وردة طالعة، مفهوم؟ لحظة 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 قاعد أكلم الرجال، لحظة ما تسوون الشغل ما نعم نعم نعم. أنا عندي رأي. تفضلي تفضلي. بس اهدوا عندي رأي أنا. خوش رأي، هذيل مو حلوين الليتات. اه ايش رايك نجيب هذا من الكهرباء اللي حول بيتنا؟ إيه؟ انا اروح اجيبهم. خوش الليتات الحمر والخضر والصفر. هذيل اللي ممدودين بواير، ونجيبهم نحطهم بين الورد يصير كنا شلال. واو شنهم؟ شلال اضاءة. شلال اضاءة ورا المعاريس. اي لا 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 بعد تبين راي احسن. انا اقول نجيب زولية ونحطها ورا المعاريس، والصورة بدينار ونص. هالمرة باخذك معاي لو بغيت اصمم كوشة. باخذك معاي. اقول روحي حاضر. روحي شوفي شغلك يلا. حاضر. يلا ولا تدخلين في شغل غيرك. حاضر. واي اف شلال، افكارك تجيب الشلل وشلل وشلل شلل. لا يسوي هذا ورد ببدا. اف هاي باي. هلا انا جاهز نطلع. وانا جاهز بعد يبي، لكن اخوانك وينهم فيه؟ ماكو. وين هذا مع رسمه وانا فيه؟ تفضل. ماكو يبا راشد، ترى قال لك، قال انه بيسبقنا بيروح الصاله على ما يضبط الورد يضبط المكان، بس عدنان ما ادري عنه. انا هل عدنان هذا هل ياهل؟ عنك يبا عنك. اذا هو الحين ما يلتزم كلمته، شلون باكر يلتزم مسؤوليه بيت وعيال ومره؟ والله يبا احنا قلنا لكم هالشيء، بس انت اللي اصريت على التحمل. أنا أدري أنا إيش قلت وأدري أنت وش قلت، ولا تذكرني ما يحتاج. إن شاء الله. لكن قال إيش حدك يا مسمار؟ قال المطرقة. لواحد منكم أنت وأخوه العود طاق الصدر وقايل أنا آخذها، كان ما أعطيتها هالزعطوط هذا، ما خليتها ياخذها، لكن أنت ولا اثنين كل واحد منكم أكبر من البغل ولا بيتزوج، ما أدري إيش قصتكم. الحين أنا بعرف من قال لك أنه لازم واحد فينا ياخذها. أنا يبي أنا، لأن هذه فرصة ما تتعوض. ما يفرط فيها الا الغبي، وانا ماني غبي، ولا كان ما وصلت المواصيل. ايوه كنا تاخرنا. يلا 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 تاخرنا وايد. شنو الرجال طق علينا تلفون مرتين ونواف. شنو هذا؟ شنو هذا؟ علامك البس خطرتك وقالك. يلا عبد اللطيف ايش فيك حبيبي؟ انا اليوم معرس، لازم ما تصارخ علي، شي تقتل معنوياتي. فكنا بس والبس البس خطرتك وقالك. تدري اني ما اعرف البس. ام بعد ما اعرف البس، شفت اخوك؟ هات 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 شالغتره هذه تقول طربال. يبا انا بحكم سيارتي ها عشان عقب العرس لا توهق. عقب العرس سوي اللي تبي، ما لنا شغل. يا ود يا ود عدل خليني معك. هات رجال. يبا اذا 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 يعني اذا هونت شنو راح يصير؟ اذا هونت ازمطك امحيك امحيك اقطع انفسك مره واحده. ها وين؟ يبا قاعد غشمر قاعد غشمر. ايش فيك؟ اسبالي بعد. يبا شلون سبعة؟ كون؟ 77 بس تعال يبا. هاي يبا. شنو؟ طلع البشت البشت قطرتك تحت البشت. اه تحت البشت يا عبد اللطيف قاعد يدلعني. يلا يبا مشينا. شوف. ها. ما شاء الله ما شاء الله، شوف طلع ايديك كذي يبا. هذه؟ ايه حطها هني. ابو راشد ما تبي تبخره بعد؟
الا بمخرين يعني مهم كذي باك كذي كذي شو مسوي؟ هناك هناك يبقى الله تعال تعال جيل عوي جيل عوي ماكو فايده انا حاط عطر لا 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 البخور ابرك البخور ابرك البخور شوف شوف يبا عنك يبا ما شاء الله ما شاء الله يلا يبا يلا 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 دايس على البشت يلا امش يلا واي بنات غنوا وش فيكم كآبة؟ فعليك الحين اطربك انا باغاني الجميله غرامك شيء عجيب لا 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 لا, لا. شو اخباري ابي قديمه كرهت شرها علي والله غنوا شيء كذي ونس يعني احنا جايين اليوم نستانس احنا مغنيين سكتي خلينا نركز بالمكياج الله يخليك ملاقه ايوه فوق شوف هي قاعده احط لك هاللون بنفسك ليه وين ورا تياهل شنو هاللون غامج عليك انزين الحين ما تقولوا لي شلون والله ننام هني كلنا مكان ما يكفي صغير وينو قالت إننا بننام؟ أنا برجع البيت وي وشلون تردين البيت ومعزبة أمك طالبتها طلبة إن إحنا ننام عندهم بالفندق الطوف عيب أمي ما عندها معزبة ويش دعوة عليك أطقك عرج إنزين يبقى قاعد غشمر غشمرة سخيفة إنزين يبقى خلاص عاد بحتين رفيجة أمك صديقة أمك طلبت إن إحنا ننام بالغرفة للعلم إن أمك طلبت غرفتين أنا ما أدري ليش عطونا هالغرفة المحكر والله عاد غرفة غرفتين أنا برد البيت بنام بسريري وايد أحسن مش حق إن شاء الله راح ننام الفير وبعدين تشيك أوت الساعة 12 يا عاد كلش ما له داعي إي والله ترى مو بس أنت راح ترجعين البيت حبيبتي حتى أنا راح أرد وياك أنا ما أقدر أنام على فراش غير فراشي وأنا بعد برد وأنا بعد يا سلام على منو راح يقعد عند أمي هني؟ لا طبعا يا بعد عمري اكيد امي بتي ويانا لان ما تقدر تنام برا البيت وبعدين انت شايفه الغرفه الحمد لله وشكر قاعدين كذي كلنا متغلغصين بمكان واحد شنو هذا بعد خلاص يبقى خلتي امي ونسالها بعدين يلا خلصوا خلصوا امي تبينا اول الناس نكون بالصاله عشتو ليش ان شاء الله يا بعد عمري انا اقول لك حبيبتي ليش عشان نساعدها بخدمه المعزبه اقصد الصديقه ام راشد حتى المنظر مو راضيه تصدق ام راشد العزيزه حبيبتي تقول قايله حق امي طبعا حكي حريم ان انا ما عندي احد يساعدني ويجاب للمعازيم والدنيا اللي عرفت ان عندها اخت وما يجي قطيعة ما منها فايده ما شاء الله يعني شغلنا هذا كله ببلاش يا حليلك ماكو شيء حبيبتي على الفاضي لا تعيشون الدار حبيبتي امكم رايحه بتشد حيلها عشان البيزات تاخذ فلوس ماني عشان تفك رقبة زيدو اخوكم لا تعيشون الدار ماكو شيء ببلاش يمه اوي بلاش يمه ايه بلاش ليلكم شريك زعوز يبا ما الاقي مصفط وين اصفط خليك مكانك هني كل اللي داخل كلهم جايين حق الملتقى لا طلعنا بيطبعون شلون سكر الشارع على معك يا رب وين اخوك يبا كان ورانا بس يمكن الاشاره اخرته لا طالع طالع دق عليه طالع ان شاء الله على معك والله فشل والله فشل لا تحكي معي مو كفو هذا مو كفو شو جهازه مغلق يبا طالع يمكن الشبكه يا يبا يا لا تصير مخده مثل اخوك مغلق والله وين راح مو تو ورانا لا لا يبا كان ورانا بس قلت لك شغل شغل تلفونك شغال شغال يبا شغال كان دقيت عليه دقيت هذا مو كفو اخوك مو كفو ها روز ماما داخل ها نوال ما خلصتي لا يبي لي بعد شوي اشتراني عن هذه يبتش البخور اللي طلبتي يا بعد قلبي لا خلا ولا عدب مناير لا 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 ما صدق شهزين شهزين بعد صرتي منهم صدقين إذا نظفتي صرين تقبلين نوال توش مدعين لا تقلبي عاية أتغش مربعات ألو هل عبد اللطيف لها بالفندق لا مو عندنا ليش هو مو معاكم
شنو انتم بلشتوا للحين؟ ليكن سواها؟ لا يعني انا اقول يمكن. لا هو ما قال لي كلش كلش، ما قال لي اي شيء، حتى ما اتصل فيني. سوي لي سلمك، اذا دق عليكم او شيء طمني. حسرت. يلا مع السلامه. حسرت قلبي. ليكن سواها؟ شو اقول حق الناس؟ ايش فيش تعاوزتي؟ عدنان ما يدرون عنه. عبد اللطيف يقول سبقوا له ديوان ابو نواف وهو ما يلا الحين يتصلون في تلفونه مغلق. وخبره كم ما نحاش. اقول يمكن حاجته زحمه ولا زحمه حلاق، ما تدرين. ان شاء الله بيجي الحين. ما يسمع منك كم مناير. نوال قولي الصج، انتو غاصبينه. ايش هالحكي ايش هالخرابيط مناير؟ احنا في زمن البنت ما ينقدر عليها، بعد الولد يغصبونه. اي والله وانت صاج. خلينا نروح نشوف الحريم. ها خلصي ان شاء الله. يلا خلص بسرعة بسرعة يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فشلنا. يبا ولي يرحم والديك خلنا ندخل داخل، ترى وقفتنا بالسكة ما يعدله. جاسم بدش ندش، أما أنا ريولي على ريول أخوك. صدقني يا يبا ماكو إلا الخير، ما تدري شنو اللي مأخرة حادث، ما تدري أنت الشارع ما خير. أي خير إذا سوى اللي بباله ونحاش، دم ما يكفيني. يبا لا تقول هالكلام، الله يهديك. تعال ما أدري شنو ممكن يسوي يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا عمي. هلا 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 ابوي. هلا هلا فهد علي باي، شلونك؟ شخبارك عمرك؟ حسا ما شراك من برا كذي. احنا ننطر هالهيئة الأربع. عدنا اللحمة وصلنا، طلعنا مع بعض وصلنا للإشارة بعد اختفى. يمكن ندق عليه أكثر من مرة جهازه مغلق، الحين صار لنا نص ساعة ننطر. يا جماعة لا قدر الله خف صار الحادث ولا شيء. ها؟ صار الله يمكن حادث ولا شيء عمي. حادث يا ليت حادث، كنا ميت. كاهو كاهو بوصل وصل كايسر وصل. تفرح ترى ورانا، خل ورانا. ايش ما تخرج؟ ايش ما تخرج؟ امشي انت الحين. انت عدنان الله يخليك. ايش موقفكم مني؟ تورط تورط، وين ذلفت؟ وين؟ خبصت قلوبنا عليك. مو جايبه انا كنت وراكم بس نسيت تلفوني بالبيت، رحت اجيبه. الحين التلفون صار عندك مهم اكثر من الملكه. اي بصور ملكه يبا نفس ربعي انزله بالانستغرام. دام ان التلفون مهم عندك، ليش ما تخليه مبطل؟ ليش قافله؟ يبا ايش حق معصب؟ انا اقول لك ليش. انا رديت البيت لقيت التلفون طافي ما في شحن، قلت عشان لا اتاخر عليك ما بشحنه، جيت على طول. تدري ايش مال الحين؟ لا 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 عمي تفضل. يبا تاخر انت سندش عمي. تفضل يا جماعه تفضل. يلا تفضل. ايش يبك مش قاطع؟ يلا يلا اخدع عني. انا بتزوجك انت العظيم. صدق والله يما الله يبشرك بالخير. خلاص مع السلامه. أنا ويل؟ بشري ملتشو؟ إيه الحمد لله. دوم جاسم يقول دوم مخلصين. إيه زين بالمبارك عليهم إن شاء الله. قاعد تكون رايحة إيش تبي؟ أقول أنت وصيتي الأمن بعد ما يدش المعرس يقفلون بيبان الصالة من برا؟ إيش؟ مو أخاف المعرس يشوف العروس جيكرة كذي ينحاش، نكون إحنا أمننا الصالة وما يقدر يطلع. يكرفك يا ندوي، تمسك تشلقش برا البايخة. الحين انا روحي حاط ايدي على قلبي قاعد احات الليله هذه، ان شاء الله تمر على خير. وش فيش صايره تريحي كذا؟ شفتش ما تحملين؟ لا اليوم صراحه ما اتحمل اي شيء. اي والله اللي فيني مكفيني. تسرع السج ما تسمع ليش تقعد تطنزين على الدنيا؟ عيب قاعد اشتغل ما تعرف انها جيت. خليني اقوم اصلي توفي. امشي 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 تفشل الفستان جالسه وماشيه. السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. إن شاء الله الله يبارك فيك. مبارك. هلا هلا. السلام ورحمة الله. البركة يا أبو هلك. كل تمام. الله يطول عمرك إن شاء الله. الله يسلمك. السلام. الله يبارك فيك إن شاء الله. وينك يا أخي؟ بدري. شوار شوار. حيب صار معانا. تمام. تمام. إن شاء الله. طول عمرك. هلا هلا. السلام ورحمة الله. هلا والله شوارك. الله يطول عمرك إن شاء الله. الله يبارك حياتك. الله يسلمك. كيف؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك وسلمك. بارك الله فيك. يا لك شلونك؟ الله يبارك فيك حبيب حبيب حبيب.
الله يبارك فيك. حبيبي بارك الله فيك. بارك الله فيك. مع عمي سريح ابو نواف سريح 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 تعبنا اسمع ها شنو هذا؟ اشرب قهوه يعني ما اشرب قهوه اشرب قهوه حيل تسوي الشغلات هذه ان شاء الله سديت فل بمبارك حياك الله حياك هلا يا حيا مبارك هلا مرحبا يا هلا مبارك هلا هلا مبارك الله يبارك فيك يا هلا ويا مرحبا الله يسلمك الله يبارك فيك ان شاء الله شوف شو سويت فيني شوف شو سويت فيني مبارك شوف ايش سويت فيها انت اسول الحوق قهوه اسول انت اسول انا الحين انت طقيت بيدي انا بشرب انت رخو عندك شاشة ثانية؟ هي عندي بس بالفندق الحين خش الشعر قهوة في البشت الشعر لا بالفندق خلاص لا تكذب بس ها نعرس انا الحين الناس يدرون عن لا تنبهني ولا تنبهني ها يمك هلا هلا عمي احلام هلا خالتي يا حافظ ليش قاطينا اخر الطاولات ابي اشوف العروس ماني قادره يبي لي دربيل علشان القطها خالتي والله ما ادري امي قعدتنا على الطاوله وقالت ان هذه طاولتكم إلا على طاري أمك وينها من دشيت العرس ما شفتها وينها فيه يعني ما تعرفين أمي تحوس ورا أمي المعرس الله يعطيها العافية الله يعافيك بناير ابيك تروحين غرفتي هناك بتشوفين صندوق اوكي تاخذينه وتودينه غرفه المعاريس بطليه وحطيه بنص السرير زين هناك اكو ورد اخذي الورد وتري كله على السرير زين لا تنسي بخري غرفتهم بالبخور اللي انت بتيه زين بس انا ماني قادر اشوك قاعد امشي على شوك بصير واحده من البنات اي عادي انت والبنات واحد يلا مشكوره خلي اروح لبسي ما قلت لك قاعد ادوس على شوك شفتينا يا منار يا بعد عمري اذيتك معي حبيبتي بعد قلبي والله يلا الحين طالع يلا الحين يلا باي باي على البركة يا جماعة الله يبارك فيك الفهد يا جاسم أنا بمشي سلم على عدنان أوكي والله بصدقك خلنا نسفه عدنان وبعدين نمشي أمشي عندي كم شغلة بخلصها ضروري كعج دامنا يبا ترى فهد بيمشي أفا فهد حد عرسوك خالتك شو تمشي أنا آسف عمي بس صارت عندي كم شغلة ضرورية ولازم أخلصها بعدين تدري أنا مالي بهالسوالف والله على راحتك وكيفك نعم كذي الله يحفظك الله يلا على ذنبك على البركة الله يبارك السلام عليكم فهد خذني وياك يبقى عن اذنك دقيقة السيارة بس ها الو رفحي يحسك ما اسمع ايه يلا دامكم زافين احنا زافين يلا يلا فما الله راشد
خير يبا. يبا هات اخوك جسم بعد شنو يا معروف علشان ندخل الصاله يا ابونا الحين. يبا الله يهداك، ترى ميسانه ندخل قبل المعرس احنا ما تصير يبا. وين راح هذا؟ راح يقصل دشداشته من القهوه اللي جتت على هدومه، جايب ياهل ياهل جايب العرس. ياهل ياهل واسول اسول، وهم قالنا عنده دشداشه ثانيه بالفندق. كذاب كذاب بطير، عاد انا قلت له حط شويه ماي واستشوار وتنشف الدشداشه وكل شيء يروح، ما ادري ايش اللي اخره. فكره انت بعد فكره فكره فكره، ما دام هذا شعورك حلال ما حد بيذبحني الا انتم. زين شكو تزفني انا؟ مر رخصتك بس بروح انادي عدنان وي. خذ راحتك يا ابو راشد. ايش في ابوي برا؟ راح ينادي حبيب القلب عدنان، الدنيا حضور. الحين ما زل؟ لا ما نزل.